بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. معكم محمد الشاعر من اي تي اوت بريك، العلم بين ايديك. النهارده جايين نستكمل مواضيع الهاي افيلابيليتي، ولكن هنتبع حاجه يعني مور ادفانسد شويه في الهاي افيلابيليتي اسمها الفيل اوفر كلاستر. يعني حضرتك المره اللي فاتت لما اتكلمنا على الفيل اوفر او عفوا على الهاي افيلابيليتي اتكلمنا عن نتورك لود بالانس، والنتورك لود بالانس كانت يعني لو انت قعدت تحسبها كده هتقول انا استفدت ايه. يعني لما حطيت ويب سايت ستاتيك في التو سايتس او في التو نودز وابتديت اعمل دخلت على الاولاني راح واقع، دخلت على الثاني اوتوماتيكلي، فيعني حاجه جميله قوي، بس هي سيرفيس مش هتفيدني قوي في البرودكشن انفايرمنت. ليه بقى؟ لان انا مثلا عايز اعمل فيل اوفر كلاستر او اعمل نفس الحركه اللي احنا عملناها دي، بس اعملها مع رول من الرولز اللي انا عامل لها انستاليشن في سيرفر موجود عندي. زي ايه مثلا؟ زي الهايبر في، زي الفايل سيرفر، يعني اي حاجه، يعني حاجه فعليه لو وقعت الدنيا هيحصل فيها مشكله. فهو ده يبقى تحقيق مفهوم انه ما يحصلش داون تايم. فحتى بيجي في بعض الاحيان للناس اللي واخده كورس الاي تي اي ال يقول لك احنا لازم يكون في ما بيننا اس ال اي سيرفيس ليفل اجريمنت، اتفاقيه لمستوى الخدمه. فمن ضمن مستويات الخدمه ان السيرفيس شغاله 24/7، يعني 24 ساعه في السبع ايام في الاسبوع، مفيش داون تايم، او لو عملنا داون تايم يبقى مثلا خمس دقائق على مستوى السنة. يا نهار ابيض، خمس دقائق على مستوى السنة؟ ده احنا السيرفر بيقع عندنا والشركة بتفضل متعطلة بالست ساعات لغاية ما نخلص المشكلة ونعمل انستليشن من اول وجديد والناس تشتغل بعد كده. لا، ما هو الهاي افيلابيليتي معمول عشان كده، عشان لما الدنيا تقع تبقى شغالة برضو وسيادتك تروح تصلح العطل اللي حصل وانت في السيف سايد، وفي نفس الوقت الامبلويز او الموظفين شغالين برضو. طيب اللي انا هعمله النهارده حاجه اسمها فيل اوفر كلاستر، فهتاخد شويه حلقات مننا، فهتلاقي بس السيناريو اللي احنا شغالين بيه، اللي انا عندي دومين كنترولر وعندي سيرفر الاولاني اسمه فيل 1، انا سميته كده فيل 1، وحطيت عليه تو نتورك كارد. فالتو نتورك كارد المره دي هيكون الوضع مختلف، يعني كل واحده فيهم لازم تبقى واصله على سويتش منفصل، يعني اتنين سبنت مختلفين عن بعض. فعملت الكارت الاولاني اسمه fail 1-local، ده اللي بيكونكت على الدومين كنترولر دايركت، والاي بي بتاعه 10.0.0.50. الكارت الثاني عملته ستيتس اهي، عملته 192.168.1.50 برضو، يعني الاثنين 50 بس واحد في السبنت بتاع 10.0.0 وده بتاع السبنت 192.168.1. اوكي طيب، ده السيناريو الاولاني اللي هو بتاع فيل 1. عملت سيرفر تاني اسمه فيل 2، اهو اسمه فيل 2، والنتورك بتاعته نفس الاسلوب برضو، الفيل 2 داش لوكال واخده اي بي برضو في رينج ال 10.0.0 بس المره دي 60، والنتورك الثانيه واخده رينج ال 192.168.1.60 زي ما سيادتك شايف كده. طيب في ايه تاني؟ عندي سيرفر اللي هطبق عليه القصه دي، هو سيرفر الايس كازي، وسميته ايس كازي واديته اي بي ادرس 10.0.0.100 عادي خالص. طيب ايه بقى الـ يعني بعد ما عملنا الكونفيجريشن الرئيسيه ديت اللي هي كروت النتورك وسمينا السيرفرز وجاهزين بالسيناريو دوت، تعالى على السيرفر الاولاني اللي اسمه فيل 1 واعمل اد رول اند فيتشرز. ليه؟ عشان نقاد الفيتشر بتاعه الفيل اوفر كلاستر. ففيتشر وادور على كلمه فيل اوفر، اهي فيل اوفر كلاسترنج، add feature next، واقول له install، فاسيبه ايه install. اروح اكرر نفس السيناريو على السيرفر اللي اسمه fail 2. طبعا انت مش مطالب انك تكتب نفس الاي بيز بتاعتي، ولكن انا بس بوري لك انا مشيت الدنيا ازاي وانت ابني السيناريو بتاعك زي ما حضرتك عايز. في حاجة حصلت كده مش طبيعية، لا هي ظهرت اهي في قلب الفيتشر. هتلاحظ دايما لما بتكون بتعمل اي بروسس على فيرشواليا هتلاقي الفيرشواليا التانية بقت فيها شوية تقل كده. فيل اوفر كلاسترنج اهي، هات فيتشر نيكست انستول، وهاجي برضو على الايس كازي، مش هنزل بقى هنا
مش هنزل الفيل اوفر كلاستر ملهاش علاقه، ولكن هنزل الرول اللي ليه علاقه بالايس كازي علشان اكرييت الاستورج بتاعتي. طبعا احنا هنا لو دخلنا على التولز وجبت الكمبيوتر مانجمنت، فين الكمبيوتر مانجمنت؟ انا ازاي مش شايفها؟ الكمبيوتر قدامي اهي. طيب وهقول هنا نيكست، بعد كده السيرفر رولز، هفتح الفايل اند ستورج سيرفيسز، هلاقي جوه هنا الايس كازي تارجت سيرفر، لان السيرفر ده هيبقى التارجت سيرفر، والسيرفرز التانيين اللي هم فيل 1 وفيل 2 هيبقوا الانيشيتورز بتوعه. فاقول له اد فيتشر ثم نيكست. طبعا اللي بيتفرج على الحلقه دي هيسترجع بيها حلقات الاستورج اللي كنا بنتكلم فيها على الايس كازي، يعني اللي ذاكرها كويس هيبقى بيطبق معايا الجزئيه دي سريعا، يعني انا حتى ممكن ما يكملش الحلقه، هيقول خلاص ما انا عارفها قبل كده. نيكست انستول واسيبه ينستول. طبعا الفيل 1 لسه بيعمل الانستليشن، الفيل 2 لسه بيستارت الانستليشن، والايس كازي هيبدا عمليه الانستليشن للايس كازي. انا كنت بس بفتح الكمبيوتر مانجمنت عشان اوريكم الديسك مانجمنت انا عامل ايه في الديسكز كنوع من انواع السيميوليشن. فهتلاقيها فتحت دلوقتي معايا كل الهارد ديسكز اللي واصله، ادي 6 هاردات، فممكن نقول لهم هنا خليك اونلاين واخليهم كلهم بقى اونلاين، وبعد كده اقول لهم انشلايز الديسك، فطبعا هيجيب لي الست هاردات، واقول له انشلايز وهيخليهم بيزك، هو لوحده هيخليهم بيزك وبقوا اونلاين جاهزين للتعامل. اذا انا عايز اوري لك ان انا حاطط 6 هاردات، انا اللي حاطط كده، يعني هي مش منداتوري، ولكن لسه الايس كازي رول بينزل، وهنا الفيل الفيل اوفر كلاسترنج بينزل. فاذا احنا في النهايه نبقى فاهمين ايه الريكويرمنتس المطلوبه عشان نعمل الفيل اوفر كلاستر، ان يكون كل جهاز عليه 2 نتورك كارد، كل نتورك كارد موجوده في سبنت مختلفه، وال الايس كازي يكون نازل عليه طبعا الهاردات عشان نعمل الايس كازي، لان هو مطلوب في الريكويرمنت بتاعتنا ان يكون عندنا شيرد ستورج، والشيرد ستورج دي هتظهر على السيرفر، ولما يقع تظهر على السيرفر الثاني. ليه؟ لان في بعض الاحتمالات يكون احنا شغالين على داتابيز، تمام، الداتابيز دي موجود على ستورج، فالابلكيشن في سيرفر ابلكيشن، يعني اي برنامج في الدنيا بيكون مبني على داتابيز، فهيكون عندي سيرفر، السيرفر ده اللي عليه الابلكيشن وبيكونكت على سيرفر تاني اللي عليه داتابيز مثلا سيكوال مثلا. فالمفروض ان الناس اللي بتكونكت من على الابلكيشن يكونكتوا على الستورج ويديتوا في الفاليوز اللي موجوده. طب ايه رايك بقى لو الستورج دي ظاهره على تو سيرفرز مختلفين؟ يبقى ممكن حد يكونكت على الستورج عن طريق الابلكيشن ويديت فيها، وممكن حد يروح داخل على الابلكيشن من حته تانية او من على الداتابيز من على حته تانية، لان الاستورج بقت شيرد فنقدر نفتحها من اي سيرفر، ودخل يعدل في التيبلز اللي موجوده جوه. فبناء عليه يبقى كده مين اللي الفاليو بتاعته هتابلاي، ويا ترى هل ده سكيور ولا لا. فعشان كده قال لك ان لازم التو سيرفرز يكونوا بياكسسوا الاستورج اللي عليها الداتابيز، ولكن السيرفر الرئيسي اللي هو شغال هو اللي ليه الحق ان هو يشتغل وان هو يأديت الفاليوز، والسيرفر التاني يبقى الستورج ريزيرفد، محدش يقدر يعملها حاجة الا لو السيرفر الاولاني وقع. هنا بقى الكونسيبت بتاع الاكتف والباسيف، يعني الباسيف يفضل مقفول لغاية ما الاكتف يقع، فيبقى هو باسيف والباسيف يبقى اكتف تاني. طبعا قصة كبيرة هنشوفها في الحلقات القادمة بإذن الله، في الحلقات الجاية نبتدي ننفذ التنفيذ الفعلي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.